اعطينا بعض الحلول عشان اني اساعد نفسي. انت بتقول الجراحه استنوا لا يسووا لكم تستعجلوا ولا تروحوا يسووا لكم. طب العلاج الطبيعي طيب حلو ممتاز. العلاج الطبيعي عن هي الاساس بهذا الموضوع انا اللي اقول عليه الثقافه. ضروري ان الشخص يكون مثقف بموضوع الام اسفل الظهر، لانه كثير ناس قاعد يوصلون لمرحله انه مجرد ما حس بالم اسفل الظهر راح على الدكتور والدكتور صار يوصف له ادويه او ممكن توصل عمليه. واني من اهلي وصلت حتى انا الوالد سوى عمليه ومع العلم بعد الفحوصات بعد ما خلصنا الفحوصات على دكتور ثاني وثالث قال انه ما تحتاج اصلا تعمل عمليه. بالضبط وهذه هي الكارثه وينتكس الحاله ويتعب وتزيد والام. واني وصلت معي لمرحله انه ما اقدر اتحرك من السرير، ما اقدر اعف وافوت على الدبليو. صحيح هي لهالدرجه والام تخليني ابكي. هذا حقيقه. بعد ما اروح على الفحص بيطلع ماكو اي شيء، اهتم بالستريتش بمسكن الالام بعض الاحيان بالاستطالة مثل ما قلت لك طبعا الصبح وانتهى الموضوع. بعد 3 ايام تحتاجين راحة لا اكثر ولا اقل. اهم شغلة انه احنا ما نخاف من هذا الموضوع، ما نروح اوفر ونصدق ونعيش الدور.